الزفلاون، السلام عليكم. نهار 7 نوفمبر اللي فات، يعني عندها درك اكثر من اسبوعين، تم توقيف بومدين بالحمر اللي في عمره 30 سنه، وهو ولد وزير الاعلام، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية. تم توقيفه في واد الريو في ولاية الليزان، وفي سيارته أكثر من 15 كيلو تحشيش تاع زطلة يسربي فيهم، يبيع يسربي. يعني تصور، ولد وزير تم توقيفه. لما وقفوه كنت عملت انا فيديو على كل حال عن الموضوع هذا، و داروه تحت النظر غاردا فيو، جدارمية حطوه غاردا فيو، وبداو التليفونات يضربوا باش يفريو المشكل سكيمي لتحت لتحت. شوفوا يعني وصلت الجزائر، لا الإعلام، لا الصحف تاع بودور، ولا قنوات الخارجة عن القانون كما سماها عمار بالحمر وزير الاتصال بابات، هذا اللي يحكموه بالزطلة، ولا الدرك الوطني خبر، ولا الأجهزة الأمنية خبروا عن توقيف بومدين بالحمر ابن الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية. عادة لما يحكموا واحد حتى بجونتا صغيرة يحطوا اسمه، يحطوا في الجرنان وكذا منا، ويحاولوا يقول لك هاو بداوها للحبس الاحتياطي. اليوم ما كان حتى خبر على وليد عمار بالحمر، لأنو لا غاردا فيو 48 ساعة وفرات. اليوم كان أخبار راهي تقول بلي وليد عمار بالحمر طلقوه، راهو يسيركيل على روحو، وقالوا له فيتوا ديسكري، ما تمرقهاش، ما تبينش روحك. هذه هي الجزائر الجديدة اللي تكلمونا عليها، وهذه هي الجزائر الجديدة اللي يحكموا فيها أصحاب الزطلة والكوكايين. الجزائر اللي يحكموا فيها 8 قناطر كوكايين، ولليوم الدوسي مغلوق ما تفتحش. الجزائر اللي يحكموا بالطن تاع زطلة تاع حشيش. الجزائر اللي يقول لك غالقين الحدود مع المغرب باش ما تدخلش الزطلة، أي مغلوقة وزطلة تخش كان يدخل فيها. ولاد وزارة، سائق تاع وزير السياحة يحكموه في السيارة تاعو، وكمية كبيرة تاع الحشيش، وما كان حتى خبر عليه إلى حد الآن. من المفروض إذا هاد الدولة تحب تستعيد الثقة تاع الشعب، أول واحد اللي يخبروا عليه وأول واحد يتكلموا عليه، ولما يكون مسؤول أو ابن مسؤول يتحكم في حال تلبس في لاغرانديلي، يحكموا هذا حكموا في لاغرانديلي وداوها للجدارمية. المفروض يكون بلاغ من دارك الوطني، من وزارة العدل، سمعت قال تم توقيف فلان ولد فلان، سمعت، وراه وضع رهن الحبس الاحتياطي، وهكذا الناس شوفوا باللي ماشي غير ولد الشعب الزواري اللي يحكموه بجونطة يضربوه بسبع سنين حبس، وإنما حتى ولد وزير لما يتحكم يروح للحبس.
يا هل ترى رح يجي توضيح أو تكذيب من طرف وزارة الاتصال أو الأجهزة الأمنية يقولوا لا بومدين بالحمام ما راهش برا، راهو في الحبس، راهو في السجن الفلاني. ماذا بينا نعرف؟ ماذا بينا نعرفه؟ لأنه لما أنت تحكم الوزير وتحكم شوفير تاع الوزير تحكمه من التبسين يعني من فلاغرون ديلي باش يروجوا للزطلة، يرهجوا في الشعب، يرهجوا في ولاد الشعب. هذا وليد الوزير راهو يرهج في ولاد الشعب. ها سي عمار بن حيمر وزير الاتصال واش انتج؟ واش جاب؟ جاب واحد يرهج في ولاد، هو كان يرهج في روحو بالويسكي ومازال يرهج في روحو بالويسكي. هذا الشغل وربي سهل عليه، اما باش وليدو يجي يرهج ولاد الشعب ويسامحوه ويضربوا عليه النح، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. اليوم الرأي العام مطالب، والأحزاب السياسية والمجتمع المدني مطالبين باش يطلبوا من النظام هذا يا ابن هذه العصابة باش يكشفوا قضية ولد وزير الاتصال عمار بن حيمر وين وصلت. إذا كان منها أنه طلقوه، لأنه إلى حد الآن ما كان حتى شيء يدل على أنه راهو في الحبس. معلومات جاتني من مقربين للعائلة، أنا نعرف منيح العائلة تاع عمار بن حيمر ونعرف مقربين من العائلة تاع عمار بن حيمر، يقولوا بلي ولده راهو برا، قولوا ولده راهو برا، يبيع يروج، هذا ماهوش يستهلك ليه، يروج. إذا من المفروض أقل شيء عنده عامين حبس، أقل شيء يعني، ما يصير يروحوا برا باش يكمل يبيع السلعة ديالو هذي ما يقبلها حتى واحد. شفتوا علاش البلاد تهلكت؟ يعودوا وزارة ولاد وزارة يبيعوا في الزطلة، والقانون يحمي فيهم، قانون يحمي فيهم. هل هي الجزائر الجديدة ديالكم ياك السي جراد وزير الاتصال ديالك والناطق الرسمي باسم الحكومة ديالك وليدو يبيع في الزطلة يروج ما تقول والو؟ المفروض يتنحى، من المفروض يتنحى. كلكم زطايلية وكلكم تحشيش وكلكم تاع كوكايين. لما يقترن اسم رئيس الجمهورية بالكوكايين قوالو في البلاد هذه، قوالو في البلاد. السلام عليكم ورحمة الله.